مستمعينا صباح الخير والرباح عليكم 9000 درهم قسيمة شراء بقيمة 9000 درهم. كنتسناكم في هذا الصباح. هذا الأرقام ستلي عندنا هما 10 15 7 22 11 40. مستمع ومستمعة اللي غادي يكونوا محظوظين واش غتمشي الحصيصة ديالنا اللي فيها 9000 درهم هذا الصباح أو لا غادي تبقى حتى الغدا بالتالي تزاد فيها 1000 درهم وتصبح الحصيصة ديالنا هي 10000 درهم. مستمعينا يلا غادي ناخدوا أول مكالمة معنا هذا الصباح من عند أسماء. عند لالا اسماء. اسماء صباح الخير. بونجور. صباح النور. صباح الفل. كيف صبحتي؟ مزيان زكريا بخير. اسماء الحمد لله. انت الاسماء كلهم ما كاينش اسم محدد. يلا شنو الارقام؟ 15 7. خليك معنا اسماء. ناخذ حميد من مكناس. بعدا بلاتي دخل اسماء. مرحبا لاصاله. مرحبا. اوكي حميد من مكناس 49 سنة. حميد هذا الحليب. يا حميد اش اخبارك اصدي حميد؟ اكي داير ما بنزيم الله يبارك ابو حميد. مرحبا. نهار كبير هذا اصدي حميد. شحال من عام وانا كنصنت عليك. شحال من عام. مرحبا. قول لي سي حميد هاد 9000 درهم واش محتاجها ولا هي تزيدها خضره فوق طعام؟ كنا محتاجها. ما انا عيطت. صيف الدراري عيطوا عليكم هضروا. مرحبا. قول لهم صيف الدراري. يلا حميد نوي مرات عطينا جوج ارقام. 11 22 والرقم ديال حميد. ناخذ رجاء من تمارا 44 سنة. مرحبا لالا رجاء. صباح النور. صباح التبوكاس. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. مرحبا يا لالا. يلا عطينا جوج الارقام رجاء. 10 22 10 22. حاضره بنتي. زيدي 11 ان شاء الله. الله يعطيك الصحه ان شاء الله. 10 22 ان شاء الله. ان شاء الله ناخذ منى. منى. ميمونة. ميمونة. هذه السميه ديال جدة. ميمونة. عطينا النويمرة. يلا النويمرة تاع ميمونة. 15 11 15 11. سميتها زوينة ميمونة. ميمونة. بلاتي ميمونة. نعم. شنو هو أكثر مبلغ الفلوس شديتيه في يديك؟ أكثر مبلغ في الحياة ديالك شي شحال؟ 20 ألف ريال. 20 ألف ريال. 20 ألف ريال. هذا أكثر مبلغ. وان شاء الله اليوم انا إن انا احساسي ان شاء الله. يلا مستمعينا قسيمه شراء بقيمه 9000 درهم كتسنى اما اسماء حميد رجاء او لميمونه بالتالي الى ما خداوهاش غدا غادي تزاد فيها 1000 درهم وتصبح 10000 درهم. لعب. اسماء اعطتنا 15 7 حميد 11 22 رجاء 10 22 ميمونه 15 11. عمر شنو ارقام يتلعب اليوم؟ 40 7. أعطي ربح. هو في الحقيقة مليون زيون غدا يكون عندنا مليون. إيوا أنت كل مرة بقى تقول لنا هذا رقم مزيان. لا ولا اسمعي. لا المليون غدا يكون زوين ولكن اليوم اليوم كاين واحد الأسماء واحد الناس زوينين زعما يستاهلوها. أصافي أنت راك تخرج داك الشراء راه غتخرج داك الشراء هذيك البيضاء. سويرتي مولانا تربح حصيصة مزيانة معنا. يلا عطينا دقة واحدة غادي نجوج. أييه ها هما. طيرهم. أطير ويا حمام. أربن أومليطة ديال هاد النهار اللي تصوبة هانية بثمن 9000 درهم. نتوما اليوم كيتوطلوا نتوما اليوم. من سيكون الفائز؟ الرقم الأول كاين. الرقم الأول ما كاينش عندي أنا بعدا. ما نعرف. اسماء حميد. ما كتبغيش تقول لها الدريه هذه رجاء ولا ميمونه بدا ما عنده 9000 درهم. الارقام الان ما بين يدين هانيه وهي اللي عارفه الجواب. انت عارفه الارقام؟ يلا شارك في مسابقة لوطو انت وزهرك واختار زوج الارقام من 6 مع لوطو. ارا ما تبرع انت واللي عزيز عليك. اليانصيب الوطني متعه وتضامن. الحمد لله هانيه نقلاتنا. عرفنا هذا هانيه. واللي بغيت نقول لكم بلي هانيه ماشي هي اللي تقول لكم اليوم الارقام. انا اللي نقول لكم يلاك راه ما مربوحاش. ورينا الارقام. ورينا الارقام. الارقام هما 7 و11. تجي حد معطانا 7 و11. ما بغيتش نقول لك الرقم عندك لانه حتى اسماء عندها 7. داكشي علاش. ولكن مستمعينا الخبر زوين غدا صباح 10000 درهم مليون في الحصيصة.
الفرصه ديالنا تربح غدا تربح مشاهدينا واللي غيدي المليون. هادشي اللي خصنا نتعرفوا عليه غير اليوم سمعنا. خصكم تتبعوا معنا الحلقه غدا باش تعرفوا المليون ال10000 درهم شكون اللي غادي يديها في المستمعين. المليون المليون.